السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم الجزء الثاني من تصحيح ديال مباراة كلية الطب والصيدلة بالرباط سنة 2017. الجزء الثاني فهو مخصص لمادة الكيمياء. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش دائما يوصلكم الجديد ديال مباريات كلية الطب. دن على بركة الله. التمرين الأول أن نحضر محلولا مائيا لحمض الأسكوربيك أم سي سيس أشويت أوسيس معروف باسم فيتامين سي بإذابة الكتلة M كتساوي 0.44 غرام لقرص فيتامين سي في الماء المقطر. حجم المحلول المحضر هو 250 مليليتر وله بي أش كتساوي 3.1. دونك عطينا هنا الكتلة المولية، هذه هنايا هي يعني المساعدة في الحساب اللي هي 10 ناقص 3.1 اللي هي 8 × 10 ناقص 4، وهذه 176 × 44 كتساوي 4، وهذه 64 × 92 كتساوي 0.99. غادي نحتاجهم في الأسئلة اللي جاية. السؤال 21، التركيز المولي. دونك مطلوب هنا حساب التركيز المولي. حنا كنعرفو بأن التركيز هو كمية المادة على الحجم، وكمية المادة مادام عطاونا هنا الكتلة هي الكتلة على الكتلة المولية، دونك بطاطينا هي الكتلة على الكتلة المولية في الحجم. هذا هو التركيز. الحساب هنا الكتلة هي 0.44 × 176، الحجم هو 250 × 10 ناقص 3. دونك هادي كتعطينا هي، دونك غادي نحول هادي على الشكل، هي 44 × 10 ناقص 2 × 176 في 25 × 10 ناقص 2. بتختزل 10 ناقص 2، 44 × 176 هما عطاونا بأن 176 × 44 هي 4، يعني 44 × 176 يعني هي المقلوب ديال هادشي اللي هي 1/4 في 1/25، و 25 × 4 هي 100، هادي 10 ناقص 2، اللي هو الجواب أ. سؤال 22، نسبة التقدم النهائي. دونك نسبة التقدم النهائي كتعريف هي التركيز على شطخو بليس على سي أ، 10 ناقص بي أش على سي أ، عندنا بي أش هي 3.1، التركيز حسبناه هو 10 ناقص 2. دونك هادي عطاونا هي 8 × 10 ناقص 4 على 10 ناقص 2، دونك هي 8 × 10 ناقص 2، وبالتالي الاقتراح الصحيح هنا هو أ. سؤال 23، دونك تعبير ديال التبادلات الحمضية. عندنا كنعرفو التعريف هي التركيز ديال القاعدة، ولا لا هي باش نكتب الصيغة هنا هادي القاعدة في الحمض، فاش تخوا بليس على الحمض، واللي هي هادي كتكون متساوي اش تخوا بليس كيساوي التركيز ديال القاعدة، والتركيز ديال الحمض هو سي أ ناقص التركيز ديال اش تخوا بليس. دونك أنا كتبت فما كل أننا غادي نعوضو هاد التركيز ديال اش تخوا بليس جزئيا. دونك عندنا نسبة التقدم، لأنه هنا مطلوبة هنايا بنسبة الطو بدلالة الطو، دونك غادي نعبر على التركيز ديال اشتخوبليس بدال الطو اللي هو الطو فوا سي أ. إذن غادي نخلي وحدة التركيز ديال اشتخوبليس والباقية غادي نعوضهم. دونك غادي نخلي وحدة اللي هي اشتخوبليس اللي هي 10 ناقص بي أش، وحدة غادي نعوضها هي الطو فوا سي أ، والتانية كذلك هي الطو فوا سي أ. غادي نختزلو بالسي أ وتبقى لي هي الطو 10 ناقص بي أش على 1 ناقص طو، دونك اللي هي كتوافق لينا الاقتراح دي. ثم هنا الحساب ديال كا، دونك انا غادي نعوضو، عندنا التعبير اللي لقينا اللي الطو في 10 ناقص بي أش على 1 ناقص طو، عندنا طو هي 8 × 10 ناقص 2، التركيز ديال دونك ديال اش 3 بليس اللي هو 10 ناقص بي أش 3.1 على 1 ناقص 8 × 10 ناقص 2. دونك هادي هي 8 × 10 ناقص 2، وعندنا هاد 10 ناقص 3.1 اللي عطاونا هنا هي 8 × 10 ناقص 4 على 0.92. هاد 1 ناقص 0.08 هي 0.92. دونك هادو غادي نكتبهم على الشكل، هادي هي 64 × 10 ناقص 6، وهادي 62 × 10 ناقص 2. عطاونا هما هنايا 64 × 92 هي 0.7، دونك غادي نكتبها هي 0.7، و 10 ناقص 6 × 10 ناقص 2 هي 10 ناقص 4، دونك هادي هي 7 × 10 ناقص 5، وبالتالي الاقتراح الصحيح هنا هو سي. التمرين الثاني، تقدم لاصق الدواء المعلومات الاتيه. دونك ليبوبروفين 200 400 ميلي غرام. وللتاكد من هذه المعلومه نسحق القرص الذي يضم ليبوبروفين في الحجم في اس كتساوي 100 مللتر للمحلول اس، نعاير الحجم في اس للمحلول بوسط محلول مائي الهيدروكسي الصوديوم بالتركيز المولي سي بي هي 1.5 × 10⁻¹ مول باغ ليتر. نحصل على التكافؤ عند إضافة الحجم 12.8 مللتر محلول هيدروكسي الصوديوم. دونك عطينا هنا مساعدة اللي هي
الكتلة المولية ديال الليبوبروفين، وهذا الحساب اللي هو 309 في 12.8 اللي هي 3.96 في 10 و3. دونك عطينا هنا البحث على قيمة الكتلة، يعني الكتلة التجريبية، الكتلة هي كمية المادة في الكتلة المولية، وباش نلقاو كمية المادة يكفينا نخدمو بالعلاقة ديال التكافؤ، يعني أنه في المعايرة فكمية مادة الحمض كتساوي كمية مادة القاعدة اللي هي سي بي فوا في بي أو. دونك غادي نحسبو هادشي، دونك هي سي بي فوا في بي أو في الكتلة المولية اللي هي إن أن، قلنا هي سي بي في بي أو في الكتلة المولية، هادشي هي سي بي هي 1.5 × 10⁻¹. في بي أو هي 12.8 × 10⁻³ في 206. دونك غادي نرتبو هادشي، عندنا 10⁻¹ 10⁻³ هي 10⁻⁴، دونك هي بتبقى لنا 1.5 في 12 فاصلة أو في 206 في 12.8، هادو 1.5 في 206 إلا حسبتوها باليد هي 309 في 12.8 كلشي في 10⁻¹، وعطاونا هما هنايا 309 في 12.8 هي 3.96 × 10³، نضربها في 10⁻¹ دونك هي 3.96 في 10⁻¹ غرام، وبالتالي هذه هي 396 ميلي غرام. يعني الجواب الصحيح هنا هو السؤال 26، هنا الانحراف النسبي بين الكتلة المقاسة والكتلة المدونة على لصيقة الدواء، يعني هنا نسبة الخطأ المرتكبة من طرف التجربة بطبيعة الحال. ودائما نسبة الخطأ هي دائما الكتلة الحقيقية ناقص الكتلة التجريبية على الكتلة الحقيقية، هذه هي الام هي الكتلة المنتظرة، هذه هي المحصل عليها تجريبيا. دونك بطبيعة الحال كندورها بالقيمة المطلقة على قش هذه الكتلة، تقدر تكون كثر تقدر تكون قل، دونك هذا نورمال خصو يكون موجب. دونك الى حسبنا هادشي هو 4 × 400، دونك انا دائما ميلي غرام، دونك في 100 هي 1%، وبالتالي الجواب الصحيح هنا هو بي. السؤال الموالي او التمرين الموالي، هنايا ندخل في قارورة محكمة تسد كتلة من الزنك اللي هي 65.4 ميلي غرام من مسحوق الزنك في الحجم في زيرو كتساوي 100 ملل من محلول المائي لحمض الكلوريد ديال التركيز 1 مول بار لتر، دونك معادلة ديال التحول هي هادي، دونك زيدين زايد جوج اش بلس كتعطينا زيدين دو بلس زايد اش دو، عطينا هنايا الكتلة المولية ديال الزنك والحجم المولي. دونك التقدم الأقصى نورمالمون هنا إلا كان زيدين المتفاعل المحيط فالتقدم الأقصى هو كمية المادة البدئية على 1 على المعامل التناسلي هي الكتلة على الكتلة المولية اللي هي 65.4 × 10⁻³ على 65.4 اللي هي هذه بضعتنا 1 × 10⁻³ اللي هي 10⁻³ مول. إلا كان H بلس متفاعل محيط فهي إكس ماكس هي كمية المادة البدئية على المعامل التناسبي اللي هو جوج، عندنا كمية المادة هي سي فوا في زيرو على جوج، دونك هادشي سي هي 1 × 100 × 10⁻³ على جوج اللي هي 10⁻١ على جوج اللي هي 0.5 × 10⁻¹ اللي هي 5 × 10⁻² مول. كنلاحظو بأن هنايا هاد 10⁻³ فهي صغر من 5 × 10⁻² وبالتالي المتفاعل المحيط هو زيدان و إكس ماكس هي 10⁻³ مول، يعني أن الجواب الصحيح هنا هو دي. السؤال 28، قال لك عند لحظة تي كتساوي 3 ديال الدقائق تقدم التفاعل هو 5 × 10⁻¹ مول، مطلوب هنا هو زمن نص التفاعل، فكنلاحظو هنا بأن عند هاد اللحظة هادي أن هادي هي 5 × 10⁻¹ اللي هي كتساوي إكس ماكس على جي، يعني هي 10⁻³ على جوج، وبالتالي حنا كنعرفو بأن زمن نصف التفاعل هو المدة اللي توصل فيها التقدم إلى نصف قيمته النهائية اللي هي إكس ماكس على جوج في هاد الحالة، وبالتالي فالتان دومي هنا هي 3 دقائق، الجواب الصحيح هنا هو بي. بالنسبة للسؤال 29، دونك حجم غاز ثنائي الهيدروجين، دونك أنا إلا درت بالنسبة في الحالة النهائية فكمية المادة ديال كمية المادة ديال الغاز الثنائي الهيدروجين الناتج هي إكس ماكس هنايا، وبالتالي اللي هي الحجم على الحجم مولي، وبالتالي في الحجم المطلوب هنا هو إكس ماكس في الحجم مولي اللي هي 24 × 10³ لتر اللي هي 24 ملل، وبالتالي الجواب الصحيح هنا هو سي. بالنسبة للتمرين الأخير،
Donc j'ai ce le benzoate le benzyle, C6H5 COO C2 CH2 C6H5. Donc on se خلاص من عينة الشراب يستعمل لعلاج السعال بواسطة الحجم في بي كتساوي 50 مليلتر لمحلول ماء الهيدروكسيد الصوديوم تركيزه سي بي كتساوي 0.1 مول بار ليتر. دونك بعد ذلك نعاير ايونات الهيدروكسيد الوفيرة بواسطة محلول مائي لحمض الكلوريد ليك تركيزه 0.1 مول بار ليتر، لأن الحجم المضاف عند التكافؤ هو 18 مليلتر. دونك عطينا هنايا معطيات الفينول اللي هو C6H5OH وأنيدريد البنزويك. دونك علم على الشبكة الاقتراح والاقتراح الصحيحة من بين ما يلي. دونك بالنسبة للاقتراح أ بنزوات البنزين إستير محصل على انطلاقا من الفينول. الفينول هنا فهو عنده وظيفة ديال الكحول، نورمالمون خصو يكون خص يبان لينا هنايا فقط غير C6H5، مكايناش C2 مخصهاش تكون، وبالتالي هاد الاقتراح هذا فهو خاطئ، لأنه كون كان صحيح خاص تكون عندي هنايا C6H5 هي اللي كاينة هنايا في هاد الجزء هذا، وبالتالي الاقتراح أ فهو خاطئ، يعني نورمالمون فهو ناتج بين هاد المركب هذا اللي هو CH2 C6H5 OH، هذا هو المركب اللي حصلنا عليه انت بالنسبة لبنزوات البنزين. بالنسبة لاقتراح بي يمكن تصنيع بنزوات البنزين انطلاقا من أنيدريد البنزويك، هذا صحيح، هذا غادي يلعب دور الحمض، يعني غادي نعوضو الحمض الكربوكسيلي بالأنيدريد ديال البنزويك. بالنسبة لاقتراح سي يمكن إنجاز المعايرة بتتبع قياس المواصلة، نعم صحيح، هنا لأن عندنا أيونات ديال الهيدروكسيد هي التي يتم استهلاكها، وبالتالي يمكننا نديرو تتبع ديال اختفاء هاد الأيونات أش أوما، مادام عندنا أيونات يعني يمكننا نستخدمو المواصلة، هنايا الجي غتكون دالة تناقصية في هاد الحالة. ثم السؤال الاقتراح الأخير، تحتوي عينات شراب السعال على 3.2 مليمول من بنزوات البنزيل. دونك بالنسبة لهذا الاقتراح، دونك اش كيوقع عند تفاعل الاستير مع الايونات اش اوما اللي هي وفيرة، دونك يعني ان هذا يعني الاستير متفاعل محيط، دونك كيختفي الاستير وتبقى كمية من الايونات اش اوما لم تتفاعل، دونك هاد الايونات اللي هاد كمية المادة اللي بقات غادي نديرو لها المعايرة بواسطة حمض الكلوريدريك، دونك يمكن لينا نحسبو شحال باقي في الخليط، ديك الساعة إلا حسبنا داكشي اللي باقي غادي نعرفو شحال تفاعل، وداكشي اللي تفاعل راه هو كمية المادة كذلك ديال الاستير. دونك عندنا كمية المادة ديال الإستر كتساوي كمية المادة المتفاعلة من أش أوموا، وكمية المادة المتفاعلة هي كمية المادة البدئية ناقص كمية المادة المتبقية. دونك يمكن لينا نحسب هنا كمية المادة المتبقية هي اللي درنا ليها المعايرة، دونك هي سي أ فوا في أ، عند التكافؤ عندنا سي أ كمية المادة ديال أش أوموا كتساوي سي أ فوا في أ اللي هي هنايا 1.8 ملي مول. دونك وعندنا كمية المادة البدئية اللي هي سي بي فوا في بي، عندنا التركيز من الحجم بدئي هو 50، دونك هذه هي 5×10⁻³ اللي هي 5 ملي مول، وبالتالي كمية المادة المتفاعلة ديال أش أو موا هي كمية المادة البدئية ناقص المتبقية اللي هي 5×1.8 اللي هي 3.2 ملي مول. وحنا كنعرفو بأن كمية المادة ديال الإستير كتساوي كمية المادة ديال أش أو موا اللي اختفت اللي هي 3.2 ملي مول، وبالتالي فالاقتراح دي فهو صحيح. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التصحيح، ما تنساوش تابوناو في لاشين، ولا كان عندكم شي اسئله حطوهم في دي كومونتير. دونك الله يوفقكم.